شو سبب التواجد ديالكم الاجتماع ديالكم هنا؟ الاجتماع ديالنا اختي المدماء اختي راهما راه الناس هنا كيموتوا في الجوع، راه كاين اختي لينا الله يحسن العوان، كاين اللي ما كاين اللي راه على الفطور ما كيلقاش باش يفطر كيشرب غير الماء. اختي محمد العقري كنسكن في حي المصلى دائرة حي المصلى. اختي حنا الناس هنايا كاينين المحسنين، كاينين اللي الله يحسن العوان، كاينين اللي كيبقاو بالجوع، كاينين اختي الله يرحم لك الوالدين، راه كاع الدائرة استافدوا الا الدائرة ديال حي المصلى. راه الناس ما الله يحسن العوان كاين اللي ما لاقي ما ياكل، كاين الله يحسن العوان كاين اللي دابا راه داير هذا الحجر الصحي ما كيخرجش شاي، وراه كيقول لهم هذا الدعم غيجي لكم وما كيجي لا دعم لا والو. تي راه هذه 15 يوم حنا كنمشيو للدائره وما كنستافدوش، كنمشي عندهم كيقول لك الدعم مازال ما هود، الدعم مازال ما هود. واختي انا عندي لاكارت وما مستافد شيء، واختي راه عندي خوتي راه كيفهم كيلقاو ما ياكلوا، انا براسي ما كنلقى ما ناكل وعاش المالي. الراميد ديالك ما استفدتيش منه؟ لا اختي انا عندي اختي غير لاكارت وما استفدت شيء، مازال ما استفدت. داروا حتى واحد الموقع الكتروني كيستافدوا الناس اللي ما عندهمش الراميد، واش ما استفدتيش من داك؟ لا اختي ما استفدتش، انا كنعيط اختي وما كيجاوبونيش، انا مازال اختي ما استفدت شيء. ودابا شنو الطلبات ديالكم؟ اختي الطلبه ديالنا كنطلبوا غير هاد الناس المحسنين، راهم كاينين بزاف هنايا اللي مساكن ما كيلقاو ما ياكلوا. الدائره حي المصلى اختي راه كاع الدائرات راهم استافدوا، الا الدائره ديال حي المصلى ما استافدت شيء. والله يحسن العوان راهم كيقيلوا كيدوروا هنا في الجوج الليل، في 12 الليل، في الوحده الليل، اجيو تشوفوا راه العيالات هنا كيبقاو مساكن حتى هما كيدوروا، الرجال ما كيلقاو ما ياكلوا. وعاش الملك اختي، عاش الملك، عاش سيدنا. اختي هاد المعاونه اللي جات لحي المصلى جميع الدوائر تستافدوا بها الا حي المصلى. وباش عرفتوها جات؟ راه كيقولوا لنا كاينه في البطحه وما كتوصلوش بها، هادشي علاش. كاين شي ناس هنا اللي تستلموها من الحي ديالكم؟ مازال ما استلم حتى شي واحد، وحنا كنقيلوا كنمشيو ونجيو ما كاين حتى شي حاجه من هادشي. عندي الراميد، عندي 5 النفوس وما استافدش لا بلا راميد لا حتى شي حاجه. دابا حاليا خدام؟ لا غير جالس. نعم هذه ملي بدات هذا المرض هذا وحنا جالسين ما كنخدموا ما والو. عيشة الخلوفي كنخدم في القهوه وعطاونا القفاط القهوه، ماشي ما عطاوهالناش، ولاني دابا ما عندناش، ومول الدار ديالي مريض بالسرطان وانا هي اللي كنوب عليه. استفدتيش من الراميد؟ لا استفدت من الراميد. نعم الراميد استفدت منه. ودابا شنو الطلبات ديالكم؟ دابا المعاونه ديال سيدنا جات وما عطاوهالناش. شنو القفات؟ ما عطاوهمناش، وانا راجلي مريض بالسرطان وما كنسيبش، انا كنخدم غير بالقهوه. وشي بعض الساكنه واش خداو القفه هنايا؟ كاينين اللي داوها، كاينين اللي كيعطوها لهم مخبعه، حنا ما عطاوناش. كيقولوا لنا سيروا عند المقدمين، والمقدمين كيقولوا لنا حنا ما عندناش. وانا مول الدار ديالي مريض بالسرطان، انا هي اللي كنخدم على مول الدار ديالي في القهوه وما عنديش.